حماية شجرة الأرقان للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيدة الرئيسة. أولا السيد الوزير كان ودو كان بغيو نسجلو الامتعاد ديالنا من أنه ماشي الوزارة الوصية على القطاع اللي غادي تجاوبنا حول يعني العلاقات مع البرلمان، وما كنشوفوش شنو هي صله الوصل بين العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وحمايه الشجره ديال الارقان. فالسؤال اذا ولو اننا نتشبت بجواب الوزاره المكلفه بالقطاع ولو كتابيا على هذا السؤال ديالنا، سؤال حول التدابير المتخذه لحمايه شجره الارقان والمشتقات ديالها. شكرا. شكرا. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيدة النائبة المحترمة. بطبيعة الحال الأسئلة الكتابية يمكن تجوزوها كتابية. كاين التضامن الحكومي وكاين الإنابة الدستورية على السيد المندوب السامي للمياه والغابات. هذه الشجرة بطبيعة الحال كتشكل إرث حضاري ثقافي وموروث طبيعي، عندها أدوار إيكولوجية اقتصادية اجتماعية مهمة. بطبيعة الحال كتواجه إكراهات اللي عندها طابع إما بشري او لا الطبيعه اللي كيخلي صعوبه التخليف الطبيعي لهذه الشجره، لكن الوعي ديال بلادنا الحمد لله بهذا الارث ديال شجره الارقان خلاه كيقر منذ سنه 1998 انه كيدرج هذه الشجره ضمن الشبكه الدوليه لمحميه المحيط الجيح الحيوي لبرنامج في منظمه اليونسكو. بطبيعه الحال هذا مكن باش تكون جهود الحفاظ على هذه الغابات ديال الارقان، وكان برنامج عشري دارته المندوبيه الساميه من 2005 ل 2014 اللي مكن بتخليف بوتيره 2000 هكتار في السنه، كما مكن من تخليف 17500 هكتار ديال شجر الارقان بغلاف مالي اجمالي يقدر بحوالي 210 مليون ديال الدرهم. هذا البرنامج العشري الاول. الان هناك مشروع ديال البرنامج العشري بالاضافه اللي غادي يسهم بالاستمرار في هذا العمل ديال التخليف، بالاضافه للمواكبه والمصاحبه ديال الساكنه للدور ديالها الاساسي في هذا الموضوع، بحيث تم منح يعني التعويض عن حقوق الانتفاع في المناطق المحظوره من الرعي للجمعيات اللي تم خلقها 20 جمعيه، المساحه المعنيه 3914 هكتار بتعويض مالي ديال 1,395,000 ديال الدرهم. كذلك المندوبية السامية وضعت برنامج إطار وقعته. شكرا. شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيدة النائبة في إطار تعقيب. رئيسة السيد الوزير، السؤال يعني اللي كنبغيو نعرفوا هي واش وضعتوا واحد الطلب باش تكون اون ابيلاسيون دوريجين كونترولي اون او بي، واش المغرب قام بحماية كافية لهاد؟ انا نعطيكم مثال، هذه واحد سنتين كان هناك خبر انه اسرائيل يعني واحد الشركه اسرائيليه قامت بالنسخ ديال الشجره ديال الارقان، شجره اللي كتعطي اليوم تقريبا اللي كيمكن ليها تنبت في اي تربه، واللي كتعطي ثمرات اللي هي عشرات المرات اكبر من ثمرات ديال الارقان المغربي. طبعا اليوم هما عندهم 20000 ديال الشجرات، ولكن ما كنعرفوا القدره ديالهم على يعني لافيتيسمون اللي كيديروا هما في البحث العلمي. فواش حنايا عندنا شي حاجه شي 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 بحث علمي في هذا في هذا في هذا في هذا؟ شكرا. شكرا السيده النائبه. هل من تعقيب اضافي؟ ونمر الى